ومن رام الله ينضم إلينا خلدون البرغوثي الباحث في الشأن الإسرائيلي. رحب بك أستاذ خلدون. مستهدفة ومقصودة وممنهجة كل ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من استفزاز، إضافة إلى سلسلة لا تنتهي من الاعتقالات ومن الاستهدافات. حسنا، إلى أين يريد أن يصل في هذه السلوكيات الاستفزازية؟ وألا يتوقع في أي لحظة أن تنفجر المقاومة في وجه في الضفة الغربية؟ سياسة الحكومة الإسرائيلية رغم كل التحذيرات من المستوى الأمني من الذين يدركون تبعات ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط هذه الحكومة إنما كافة الحكومات المتتابعة، حتى حكومة رابين عندما وقعت اتفاقيات السلام استمرت في سياسة الاستيطان ونهج الاستيطان الذي دمر عملية السلام في النهاية. لكن هذه الحكومة بالتحديد رغم كل التحذيرات المهنية بات من يقدم هذه التحذيرات للمستوى السياسي المتمثل بنيامين نتنياهو والمتنفذين لديه في خلال سموتريتش وإيتمار بن غفير، سواء بالابتزاز أو بالتواطؤ تحت ما يسمى الابتزاز، كل هذه لم تمنع نتنياهو من الاستمرار في سياسته أو سياسته في الاستمرار في الحرب في قطاع غزة وإحباط أي محاولة للوصول إلى صفقة، وصولا إلى يعني التلميح شبه الصريح من الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية إحباط الصفقات. وشاهدنا الاحتجاجات الضخمة أمس بعد مقتل 6 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إثر محاولة إنقاذهم كما يبدو من قبل قوات جيش الاحتلال. هذه الحكومة تمضي إلى الأمام، الآن هي تعتبر الضفة الغربية الجبهة الثانية بعد قطاع غزة. نتنياهو يرفض تحويل الجبهة الشمالية إلى الجبهة الأولى مثلا، ويلقي على قطاع غزة على أنه الجبهة الأولى للاستمرار في سياسته والتمسك بما يسمى محور فيلادلفيا الذي تأخر 7 شهور عن إعادة احتلاله، وطبعا وثم ادعى بأنه هو محوري ومصيري بالنسبة لإسرائيل. كل هذه الحجج وهي تؤكد أن نتنياهو يمضي في سياسة تدميرية يدفع ثمنها الجميع في المنطقة بمن فيهم الإسرائيليين. الإسرائيليين يدفعون ثمنها حاليا بالدم، الجنود في قطاع غزة يقتلون، 10 جنود في 10 أيام تقريبا. العمليات في الضفة الغربية في الشمال هناك اجتياحات واشتباكات ومجازر تقريبا، والآن الخليل دخلت على الخط عمليات تفجيرية محاولة وعاصفة مركبات. رام الله عثر يوم أمس حسب ادعاء الاحتلال على مركبة مفخخة. هذه الحكومة تدفع باتجاه التصعيد، وقد تكون وراء هذا التصعيد خطط ربما لتنفيذ شيء يشبه ما يحدث في قطاع غزة في الضفة الغربية، لأن بالتبال سموتريتش وإيتمار بن غفير أصحاب رغبة شديدة في التخلص من الفلسطينيين. ونذكر ما قاله سموتريتش عندما اتمنى ان يتم محو او دعا الى محو بلدة حوارة عن وجه الارض قبل نعم. استاذ خلدون، اذا في معرض حديثك وفي جزئيه هامه انه ربما هذا ما يريده المحتل الاسرائيلي من كل العمليات التي يقوم بها، بان تصل هذه القنبله الموقوته في الضفه الغربيه المحتله الى الانفجار بوجهه، ربما لتنفيذ مخططات اكثر عمقا مما نتابعها ونشاهدها الان. استاذ خلدون البرغوثي الباحث في الشان الاسرائيلي، كنت معنا مباشره من رام الله، لك جزيل الشكر على هذه المشاركه.